هذا فراوليتو عايش كما تقولوا خذ كعبه. لا فامي اللي التحقوا بنا جداد ومازالهم ما مشتركينش في القناه، فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلكم جديد. سو مرحبا بكم في فلوق جديد في بلاصه جديده في مدينه جديده. خوتي رانا في تونس البحرية كما تشوفون هنايا باش تقدر ناخذ من الترام نروحو لمدينة سيدي بوسعيد. تصور بلاصة غودة ما شاء الله كي تشوفو تحت الصور بلاصة عليك وين تو كاين من هنا كاين رائع نور واحد البلاصة لي مزالة مستلات بزاف حتى يوقفو كاع لي فلوري نحنا تصور الترام هيا جات زنقة هنايا ربع لي زوم بعد كلهم خارجين داك شرح شي بيه ديالي ونروح هايا وي لافامي بي تاعنا وشريناه 700 مليم ما لحقاش دينار مليح والدراهم هايلك ساولي تدوج هايلك الدراهم نروح لتونس ان شاء الله بحول الله. رانا في تونس وفي مدينه جميله جدا كتمتاز بالالوان ديالها الموحده واللي كنعتبرها انها هي التوام ديال المدينه الاصيله المغربيه. المدينه هذه كتمتاز يعني باللون الموحد الابيض والازرق. مدينه اللي بمجرد انك تجي ليها خاص تكون القلقان هذه تفرح كما تشوفوا هنايا تفرح شغل تعطيك واحد الحقنه من الادرينالين ومن طبيعه التضاريس ديالها مليحه بزاف وباهيه. جيت البلاصه لهنا اللي مكالميه باش تقدروا تسمعوني مزيان نقدروا ناخذ الالهام سلو موشن من لهنا باش ندخل نفلوغي في المدينه ونعتها لكم مليح. سو رانا وهذه التضاريس المدينه الجميله من هنا. كاين هذا المنحدر هذا اللي هو عباره كما تشوفوا ومن تحت كاين المارينا هاي لك المارينا اللي فيها كاع لي باركوات صغار كما يقولوا خاوتنا في الشمال المغربي باركوات تسمى اللي عنده شي يخت هنايا كي كاري في المارينا هذه مارينا تاع سيدي بوسعيد. ولهنا كنلقاو كاع لي كوبل من لهنا كاين وبلاصه هذه لهنا فارغه تكون الطبيعه فقط لان الهواء نظيف كما تشوفوا تلاحظوا بلاصه شابه. سو غادي نطلع نحاول نطلع لواحد المقهى كاينه هنايا مقهى رائع جدا والمقهى هذا من خلال هذا المقهى هذا يمكن لك تشوف هذا المنظر هذا من هنا كامل. وكاينه هذيك لابلاج راهي اللي هي الكورنيشه في الصيف كتكون معمره ديجا نجت من قبل هنا في الصيف بلاصه فور. ان شاء الله بحول الله مازلنا بادين والامكانيات مازال ما كاينش ما عندناش ماتريال كيدعمونا ان شاء الله ونطلعوا تطلع القناه تما تولي إيه عندها الناس اللي سوبورتيوها ان شاء الله نجيبوا ماتريال بمستوى ونعودوا نقدموا لكم واحد الكاليتي ديال الجو كاليتي ديال الصوره وكاليتي الصوت وكاليتي ديال التصوير. وان شاء الله رانا في البدايه دعمونا بارطاج خاوتي ولايك سو باش ان شاء الله نستمروا ونجتهدوا نطوروا روحنا ان شاء الله بحول الله. سو كما قلت لكم مارينا هذيك هاي ليها من بعد ان شاء الله نهبطوا ليها ومن هنا دوك حاليا غادي نطلع للقهوه القهوه فيها ونعت لكم الاجواء كيفاش مزيره تماك ومن بعدها نروحوا للمدينه الازقه ديالها لعنوان نعت لكم شويه السينيماتيك فيها وميم طون السلع اللي متواجده فيها ونهبطوا لواج الدور الكوفي اللي قلت لكم عليه باش ندخلوا نشوفوا نتقهوا فيه. Thank you.
الفاميلي كما شفتوا الحاله كلش بيان هنا، كلش غايه، كلش شي غايه. الجو الابيض والازرق سيطر على المكان. ساو لا 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 سكر الجارح مكان جميل في المشط، غادي نشوف حاجة جميلة. المكان هنا أجمل، الأبواب الجميل، حلا روعة روعة. خوتي هذه قام رائعة جدا. مكان انصحي واحد يجي لتونسي يجي لها. معنا الاخ سعيد فوالا اللي يجي البلاصه هذه يجي فيزيتي البلاصه هذه، كنا البلاصه برك يجي في مقهى سيدي عزيزي، هذه تسمى سيدي عزيزي كما هو لي صالح اسمه سيدي. خلاص اجيو عند حبيبنا و مرحبا بك، شرب معنا كادو. خلاص دي بري حاجه بربريه قهوه عاليه والله، حاجه فور ما شاء الله. انسان يجي لنا فوالا طابلو رمز. طابلو مليح سيدي عليه، وديجا دي بري ما شاء الله، بري باهي، بري ما شاء الله باهي. مع اخوه اللي يحب يجي لهنا مرحبا به، مرحبا به، هاوليك الحانوت كما تشوفوا الجزائري. مرحبا ما شاء الله، مرحبا كلش فور لهنا. سو خوتي كما تشوفوا لهنا سيدي بوسعيد مليحه شابه، الناس ديالها طيبين بزاف. كنت متخوف بزاف لانني نلقى مشكل في التصويره، كما يخلونيش تصور ولا حاجه. الناس طيبين بزاف بزاف بزاف. المهم يعاملوك كانك في بيتك، ما كاينش اللي يقول لك ما تصورش ولا شي حاجه. صور سوا تشري سوا ما تشريش، غير صور ما كاينش مشكل. سواء انا هذا الانسان هذا عجبني طيب بزاف، قلت له واش ممكن نصور؟ قال لي صور. وصراحه كاع الحوانيت انا كي يقول لك صور ما كاينش مشكل، مي عجبني الطابلو حبيت نشري سوفونير. سو خوتي كانت هذه الجوله ديالنا في سيدي بوسعيد، مدينه جميله رائعه نظيفه. سو اي شخص يجي لهنا والله تصفح قسما بالله، الا بلاصه ما شاء الله فور نظيفه، ناسها طيبين، من اطيب الناس اللي شفتهم هنايا. شفت كاع لي توريست اللي نشوف هنايا في بلدان بوك، اللي يحبوا يبروفيتيو فيك، يحبوا تما راك على بالكم. مي هنا الناس طيبين بزاف، معامله رائعه، يعاملك شحال نقول
ونعم ونعم سيدي بوسعيد. يعني شوف مدينة جميلة، تلقى الكالم كما تسمعوا كما تشوفوا الكالم، الهواء نظيف بزاف، مناظر خلابة رائعة، الأبيض والأزرق بلو اند وايت. يس يس لايف اتس جود. سو خاوتي من بعد ما سالينا الجولة ديالنا وشريت الطابلو ديالي، هاوليك الطابلو باهي للذكرى، ولو انني كنجيب بزاف لسيدي بوسعيد ولكن عجبني الطابلو هذا، باهي كيجسد سيدي بوسعيد كامله في صوره واحده في طابلو واحد. يعني جيت لها من قبل بزاف فترات، وفي ما كنجي لتونس كنجي لها، ومازال ان شاء الله غادي نجي لها، مازال وان شاء الله اذا كتب ربي وطورت القناه وشريت ماتيريال مزيان، الا جبت كاميرا مليحه وجبت درون ثاني، راح نوريكم سيدي بوسعيد بجوده اكثر وبصورة أكثر. كما تشوفوها هاك الكالم نظافة ما شاء الله. This very 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 beautiful. It's wonderful. Good. هاي الطاكسي هذي القام لاحق. سوف نقولها ونعود نقولها، إلا جيتو لتونس وما جيتوش سيدي بوسعيد ما درتو والو، ما درتو والو في التراث ديالكم، التراث ديالكم. والجميل في الامر هنا في سيدي بوسعيد ان الترونسبور ديالها ما يكلفكمش، يعني الا جيتو للعاصمة تونس بالترا كتلك 700 مللي ما تحقش، المهم تقريبا واحد 3 دراهم غادي تكون هنايا. او ها هي لاك اتس جود كما تشوفوا ما شاء الله، نظيفة مدينة نظيفة، ناسها هايدي هايدي كلش نظيف رائع 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 جدا.